السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزل. اليوم الحصة تاعنا وين المدرب المنتخب الأردني وهو الحسين العموتة المغربي، وين يكتب تاريخ التأهل مستحق إلى نهائي كأس آسيا. يعني هذا المدرب يعني وين رجع المنتخب الأردني يعني من بعيد، يعني لم يكن أكبر يعني متشائمين يشوف باللي يعني ما كانش تنتظر يعني خاصة البداية الصعبة للمدرب، يعني البداية الصعبة والانهزامات الثقيلة بست أهداف وبثلاث أهداف وبرباعية، وين انهزم حتى أمام أردن يعني لبنان، انهزم على لبنان، يعني وين كانت حملة كبيرة على هذا المدرب. لكن هذا المدرب في تصريحات سابقة وين قال لهم بلي أنا ما نشوفش المواقع، ما نفرج، ما نشوف تعليقات، ما نشوف ما، يعني أنا عندي ميدان، أنا الرد تاعي في الميدان، في المباريات في الميدان. وكان له ذلك، شاهدنا كيفاش إنسان يكون خدام، إنسان يكون خدام، إنسان ما شاء الله عليه بيكون خدام. هذه وين حقق المنتخب الأردني مفاجأة من عيار ثقيل وهزم المنتخب كوريا الجنوبية بجدارة واستحقاق في مباراة النصف النهائي لبطولة كأس آسيا المقامة في قطر. وعلى استاد أحمد بن علي في الدوحة مساء الثلاثاء قدم يعني الأردن درس في كرة القدم لنظيرهم الكوريين، وحققوا انتصار بنتيجة 2-0 بعد ما انتهى الشوط الأول ب0-0. الشوط الثاني يعني كان يعني وين المدرب يعني بالذكاء والدهاء تاعو حسين عموتة عرف كيفاش يقلب الطاولة بتغيير خطط تكتيكية، وشاهدنا يعني قاعدة لعب، يعني وشاهدنا يعني وين الأردن تلعب بهجوم، يعني وين تهاجم، يعني شاهدنا هجوم ضغط كبير، ضغط كبير، يعني ما رجعش للوراء، ما لعبش يعني خايف من الأردن، ولا شاهدنا كيما نهار السعودية نهار اللي لعبت خايفة من كوريا. يعني اليوم شاهدنا العموتة مع الأردن ما عطاش أهمية كبيرة 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 للمنتخب الكوري، يعني وين لعب لهم يعني بكل قوة. هذه وسيطر المنتخب الأردن على اللقاء منذ بدايته، وكانوا الأقرب للتسجيل في مرات عديدة، لكنهم انتظروا الشوط الأول الشوط الثاني لحسم اللقاء المثير. وسجل الأردن أولا يزي نعيمة بعد تمريرة جميلة من زميله موسى، يعني هذا اللاعب تاع مونبيلي في الدقيقة 53، وعاد تاع ماري ليسجل الثاني بنفسه من تسديدة مذهلة في الدقيقة 66 ليضعف النتيجة ويؤمن النتيجة. وعانى المنتخب الكوري كثيرا بالرغم يعني تشكيلته المدججة بالنجوم من صلابة الدفاع الأردني ومهارات مهاجميه الفدة تائها أمام قوة الأردن، يعني وبذلك وصل المنتخب الأردن للنهائي البطولة كأس آسيا للمرة الأولى بتاريخه، حيث سيواجه السبت المقبل الفائز من لقاء قطر وإيران في نهائي مثير مرتقب. شو كيفاش يا ما نعرف خويا، يعني وين بارتي اديشن، بارتي في القمة، بارتي ما عندك ما تهدر خويا، ولا قالولهم القلب تاعهم، خلوهمش يلبوها، والله ما خلوهم يلبوا على بالك. غبنوهم 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 ديشان، والله لا غبنوهم ديشان. لا
ما خلاوهمش يلعبوا على بالك، ما خلاوهمش، ما خلاوهمش، ما عطاهمش فرص باش يلعبوا. نقول لك ما خلاوهمش يلعبوا على بالك. لعبوا لهم يعني الكل في الكل على بالك، لعبوا لهم الكل في الكل. بصح عمود الله يعطي الصحة، الله يعطي الصحة اخويا، اخويا بنادم اللي يكون خدام الله يعطي الصحة. والله ما يخليهم ما بصح لعبوا لهم، لعب لهم خطة يعني وين خلاهم، خلى الكوريين ما قاضبين والو على بالك. ما خلاهم قاضب على بالك، ما قاضبوا والو على بالك. صوتو في لاديكم صعيب ما خلاهمش، على بالك بلي ما خلاهمش يلعبوا، ما خلاهمش، ما عطاهمش، ما عطاهمش. هذه أول مرة تاريخ تاعهم وصلوها، أول مرة. أنا نقول لك أول مرة في التاريخ. شو بير ما الأربي تاعنا دلعوه من الأفريق، من كوب دافريق، من هاو إيش ما يقول لك. هو شبيه يا أخويا، هو شبيه يا أخويا. عوض الله عليك، أنا ما أنا أربيت، أنا ما خاطيني أخويا، أنا هذا كورس قادم حني، أنا خاطيني أخويا. وش دخل؟ ماذا بينا إحنا كنا قار وغربان ما كاش غربان، شبيه يا أخويا. يا أنت حسب سهلة ولا يا حسرة. ما خلاهمش يلعبوا، أنا نشوف بارتي راني داير على بالك، ما خلاهمش يلعبوا والله، ما خلا لهم ما. أول مرة في التاريخ تاعهم ما ربحوا باكستان واحد والو، ولا ربحوا ولا عمي ولا يزيد ولا بالك. وتشوف الريتم يزيد، تشوف الريتم يزيد يزيد يزيد. لا هذاك ماشي بنت، هذاك لا ماشي بنت، هذاك في الدقيقة 19 هذاك، هذاك غرجو. كان والو قتلوهم، خلهم شي لبواه، دقدقوهم على بالك. والله لا دقدقوهم، ما خلاهمش يلبوا، ما خلاهمش. عيبك بلع عليهم، عيبك بلي بلع عليهم. عيبك بلي ما خلاهمش يلبوا. بصح لونترينير دوزيام ميطون مين بقى ديك الربع ساعة، ديك 10 دقايق تالية على بالك بحر هالهم ما. والله لا بحر هالهم ما، والله لا بحر هالهم، بحر هالهم. والله لا بحر هالهم على بالك، ما خلاهمش يلعبوا. والله ما خلاهم على بالك. ما تنساوش عطونا شي كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. نمشي ابوني، ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله. وصعيدو خوتي.